قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير. سعادتك، المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول ان اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، ابوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن المخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع للديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك، دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب. معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب، عايز تقليل عن الناس دي، الحادثة عاملة رعب للكل، الشعاب بتزيد، واحنا من الآخر مسؤولين عن حماية أرواح الناس. أوامر يا فندم، أوامر. معليك، ده تقرير عن حادثة الفلاكة. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، أبوه يبقى طلعت الملاح، عضو بالبرلمان. زياد، سيب لي الملف ده وانت استناني بره لحد ما خلص الاجتماع. معليك، مش هحضر الاجتماع معاك. زياد، استناني بره لحد ما خلص الاجتماع. اتفضل. رؤوف، ادرس الملف ده، تابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكله من اولها. مالك يا رؤوف؟ فندم، انا فرحي بكره بالليل يا فندم. هعمل الكلام ده امتى؟ فرحي ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره. ان شاء الله يزن. بسيطه، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدله؟ اوامر فندم، اوامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت مسافر بره ولسه راجع من اسبوع، وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم. هو كان شغال هنا في شركه الانتاج. لا حضرتك، دي شركه التقوى للسياحه. غريبه، دي كانت شركه انتاج. لا، شركه الانتاج قفلت، والشقه دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا، انا اسف، انا اسف. ترى انت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معليك؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل معليك غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي، وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معليك؟ بالعكس، انا ليه حساب مع رؤوف لانه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضره الضابط، شغلان في الجهاز ان كل ضابط فيكم معاه 5-6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت يا حضره الضابط انك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معليك، انا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وانا بنفذ القانون، انت بتحاول للتحقيق. خد اي حاجه ليك في المكتب، لان لو التحقيق جه لصالحك انا ارفض ان ضابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ أمرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكرة. بقولك لو سمحت. أمرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتك تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصل وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتهوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ أنا جاي أبارك لك النجاح، وعايز كمان أقول لك إني مبسوط، بقيت أشوف مقالاتك على الصفحة الأولى. وأنا مش عايزاك تبارك لي يا أخي، وتفضل امشي من هنا دلوقتي. أنا جاي أعمل الواجب معاكي،
وانت تعامليني بالشكل ده؟ يا نهى، يا نهى انا اتغيرت. في ايه تاني يا زاد بيه؟ جاي اتكلم معاها كلمتين. ايوه بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى ايه يا استاذ فراس؟ قلت لك جاي اتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا مفيش بينا كلام اصلا، ولو ما مشيتش ما تفوقي بقى من نفسك. ايه اللي قلت فيها دي؟ نزل ايدك. ابعد عني. اوعى امشي. اوعى ابعد. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ ابعد عني. ايه في ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ امشي من هنا دلوقتي. بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت مش عايز ابيك. اتفضل بقى، اتفضل بعد اذنك. ما ترجعش هنا تاني. بس يا دكتور ابعد عني. ابعد عني. مش خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. خليه ابعد عني. مش عايز اشوفه تاني. مش عايز اشوفه تاني. روح روح. مش ليه الصفحه دي كمان؟ ده انا حتى ما لحقتش اشيرها. اكيد يا معلم بتوع المباحث الالكترونيه قفلوها برضه، هما كده مش هيسيبونا زي السنه اللي فاتت. وانا ما بزهقش بقى، والاكونتات الفيك ما فيش اسهل منها. انا قلقان يحصل حاجه لو كريتنا واحده جديده. لا ما تقلقش، طول ما احنا بنتحرك من سايبر للتاني ما فيش حد هيعرف يمسكنا. وبعدين كبرهم ايه يعني؟ هيقفلوا لنا الصفحات؟ طب كل ما هيقفلوا لنا صفحه افتح لهم اتنين قصاد. أنا تعبت، شكلها كده مفيش أي حاجة هنا. ارتاحي أنت يا نوران. ما أعتقدش عالمي هتلاقي حاجة مهمة ليها هنا. زكي هات لي العلبة دي. ايه ده زكي؟ ده شريط كاميرا سوني بس قديمه شويه. يعني ما نعرفش نشوف عليه ايه؟ لا سهل، انا عندي اختها هقدر انزلك الماتيريال على اللاب. طب تروح تجيبها وتحصلني على البيت على طول. اوامرك على ابوك. ايه مالك واقفه متنحه كده ليه؟ في ايه؟ التمثال ده كان في شقه مريم وكان مكسور. ايه اللي جابه هنا؟ كان مكسور ازاي؟ ما هو السليم قدامك اهو. ده اللي انا مش فاهماه. عجباكي الجايزه؟ حلو قوي. دي اهم جايزه خدتها في حياتي عشان خدتها في اول مشواري. انا اسفه، انا اسفه والله، والله ما اقصد. خلاص 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 ولا يهمك، حصل خير. بس انت لسه قايله انك بتعتز بالجايزه دي قوي. يعني هي هتكون اعز منك فتاكي مليون. استغربت ساعتها ازاي ما زعقتليش لما كسرت التمثال. هو انا ممكن اخد التمثال ده؟ اه طبعا، حاجه امك تبقى حاجتك.
انت صاحب المكان؟ تحت امرك. في حد فتح على جهاز من عندك صفحات لها علاقه برش الثانويه، والايبات اللي دخلت على الصفحات بتقول ان الجهاز ده هنا. يا باشا انا كل يوم في ناس بتدخل وناس بتخرج، فاكيد مش هراقب كل واحد بيعمل ايه. اه بس عندك كاميرات مراقبه صح؟ اه يا باشا. تعال بقى فرجني اللي كانوا هنا من ساعتين فاتوا. اتفضل يا باشا. وايه اللي تعرفه عن حادثه رامز شاهين شاب الفلاك؟ انا اتفاجئت زي الناس بالظبط سعادتك. انا حتى يوم ما قفلت الديسكو. بس الحادثه حصلت بعد خروجه من الديسكو مباشره، يعني ممكن يكون خد المخدر في الصاله. انا مفيش اي مخدرات او ممنوعات بتخش عندي الصاله سعادتك. وبعدين ده جست، انا مش مسؤول عن تصرفات اي جست عندي في الصاله. تمام، تقدر تتفضل. شكرا فندم. وايه اللي تعرفه عن حادثه رامز شاهين شاب الفلاك؟ انا اتفاجئت زي الناس بالظبط سعادتك. انا حتى يوم ما قفلت الديسكو. بس الحادثه حصلت بعد خروجه من الديسكو مباشره، يعني ممكن يكون خد المخدر في الصاله. انا مفيش اي مخدرات او ممنوعات بتخش عندي الصاله سعادتك. وبعدين ده جست، انا مش مسؤول عن تصرفات اي جست عندي في الصاله. تمام، تقدر تتفضل. شكرا فندم. هات لي الأربعة دول. حاضر يا فندم. طب هات لي الاثنين دولت واعمل لي زوم على وشهم. حاضر. يا ترى انت فين يا نجلة؟ يا ترى انت فين يا نجلة؟ ما كنتش عارفة ان انت واطي قوي كده. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ بقى بتصورني في اوضة نومي يا عامر، بتعمل معايا كده بعد اللي عملته معاك؟ لا واكلمك تقولي اصل انا في مأمورية بورسعيد. انا هكدب عليك ليه؟ لو مش متأكدة اسألي جمال. وبعدين انا اول ما وصلت القاهرة جيتلك. بعدين تصوير ايه اللي انا هعمله؟ هو انا اتجننت؟ يا سلام، اعمل نفسك ما تعرفش حاجه. والفيديو اللي مع غدا وجابته منك. فيديو ايه وغدا ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي على ايه. فين الفيديو ده؟ الفيديو اهو. اللي حاطط لنا الكاميرات حاططها في الاوضه دي. عايز تفهمني انه مش انت؟ ما تبقيش مجنون يا نجله. يعني انا احط كاميرا تصورنا انا وانت واروح ادي الفيلم بايدي لغاده؟ هنعمل ايه؟ دي بتهددني يا اما اكتب لها المعرض يا اما هتفضحنا. هشوف لها حل. بس الاقي الكاميرا دي فين؟ اللي مصورنا على السرير. يعني المفروض اتجاه الكاميرا يبقى الناحيه دي. وهي هتغلب؟ انا مش قلت لك اقطعي علاقتك بالست دي؟ تفتكر في كاميرات تانيه؟